ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما رزق العبد رزقا أوسع من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والاستقامة: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد قل. قلت: وما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما درأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات في هذه الأيام المباركة، وضاعف لنا في الدرجات. ألقاكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من أحاديث خير الأنام، تقبلوا محبتي.